الكريمين، نشكر على التعليمات. دونك الجميع تفرج في المقابلة، داكشي اللي خدمنا في الأسبوع ولا الأسبوعين اللي قبل من المقابلة والحدث ديالو، كما كنعرفوا على أن الفريق في الدفاع الحسن الجديدي كيعتمد على المرتدات واللاعبين ديال الهجوم ديالو سرع، وحاولنا على أنه نخلصوا المساحات وما نخليوش لهم ليسباس مورا لي ديفونسور ديالنا اللي تمكننا منه. حاولنا على أننا كذلك لاسورس باش تخرج لاباس على أننا نبلوكيوها، استطعنا أننا نسجلوا الهدف في الدوزيام ميطو، بغينا نحافظوا عليهم. عارفين بارفوا من كتكون كتلعب فريق كيكون في الدوزيام ديفيزيون كيلعب مع فريق في البريمير ديفيزيون وفريق عريق كالدفاع الحسن الجديد، خطرات كتأثر داكشي نفسيا لا إراديا. دونك رجعوا الدراري اللوب، تكتلنا اللوب من كرة خاطفة، استطعوا أنهم يسجلوا الهدف. مشينا للبرولونغاسيون كذلك ضربة الجزاء، ما عرفتش شنو الصحة ديالها من العدم، ولكن ضربة الجزاء كتبقى ضربة الجزاء سجلوا منها. دونك هارد لك بالنسبة لينا حنا، وكنتمنى على أن الدفاع الحسني الجديدي يرجع كيف ما عودنا وكيف ما كنعرفوا دائما ان شاء الله تعالى. ما كنرجعش للياقه البدنيه كما قلت لك في قبل، لانه بارفوا اللاعب اوتوماتيكمون ملي كيكون كيلقى راسو رابح وضد فريق كبير، بغينا ولا كرهنا الدفاع الحسن الجديد فريق كبير كيمارس في الدوري الاحترافي الاول، ممكن يبقى على انه اللاعب كيبغي يحافظ على ديك النتيجه ديال الفوز كيرجع، دونك ما كانش التعليمات ديالي. كذلك اللاعبين حتى هما راه ماشي يرجعوا داك الرجوع اللي بين زعما كاين، ولكن كيبقى على انه الضغط ديال فريق الخصم كان كبير، حتى هما كيحاولوا على انهم يخرجوا من النتائج السلبيه. دونك حتى هما راه كيفكروا حتى هما باغيين يربحوا، حتى هما قدام الجماهير ديالهم بغاو يتعلموا بغاو يخرجوا من الدوامه ديال النتائج السلبيه، ما نرجعوش كلشي غير لينا. حتى الفريق الخصم حتى هو راه قوي ودار علينا الضغط. دونك الحمد لله. ورجع للسؤال الاول ديالك، لانه الفريق على انه جرى المقابله ديالو بطريقه جيده، كنظن على ان هذه هي النقطه اللي بغيت نرجع ليها. فريق شاب، طاقم تقني شاب، دونك كنظن على انه تجربه كنستافدوا منها، ماشي خسرنا اليوم، ولكن كنظن على انه تعلمنا بعض الحوايج لا بالنسبه لينا حنا كطاقم تقني لا بالنسبه للاعبين كذلك اللي الاغلبيه ديالهم شبان. دونك اكسبيريونس كنتمنى على اننا نتعلموا منها في قادم المقابلات ان شاء الله تعالى، ونحاولوا نترجموا هادشي اللي تعلمنا اليوم في المقابله ديال الدوري ان شاء الله.